ويا زينة الماضي التليد المجدد بك أندى من فتيت معطر وصخرك أجدى من كريم الزمرد أعز بلاد الله في الأرض موطنا ومولد خير الأنبياء محمدا مكة اللي لها القلب اشتاق حبل قميص رقم 12 عبد الله مطيري بكر مراعي 18 عبد الله غبورة 13 عبد الله مطيري 10 أوه يا للعبة الأولى الأولى عزة العب لك البوكامي إبراهيم الله يا سلطان نور عرفية راسية أوهو هنا الإبعاد يأتي رامي 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 الله غبورة يا سلام الطارق يتقدم قوية على التنفيذ اللي سجل في دوري 8 هدف الوحيد يلعب لكرة عدت يا حمودي الثانية الاستاذ عصام بحشوان الاعلام الاستاذ محمد الحربي ابو بثال الاستاذ محمد الغامدي يا محمد الغامدي رمز من رموز الكرة في مكة البوكامي عدى يا رب يا الله دائما ما تكون صائبة الله يا ابو جميع الصناعة عزه على النهاية الفهد يضرب مرة اخرى يسجلون ثاني الاهداف هنا في الشوط الاول النتيجة 3-0 لا 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 شايفين اللي انا شايف داخل ارضية في هذا اللقاء في هذه المباراة التي تتابعها ثنائية مقابل لا شيء داخل ارضية الملعب هشام الشافعي قناة ايضا اليوم تتواجد ايضا في هذا اللقاء نعم شبكة عصم اللي تتواجد في تغطية مباريات عصم راحت اللقطة مشعل اقرب في لقطة الماضي واحد من الاهداف الجميلة نعم بكل تأكيد شاهدنا هدف من الاهداف الجميلة ايضا اللي سجله شقيق عثمان التسام مع تورنتو نعم من مسافة بعيدة تورنتو الذي غادر البطولة وودع البطولة شكرا علي عقيل سلام التمريرة حاضرة ابو جميل الكرة خاطية غبورة من جديد اللي يلعب كرة في مكان اوه عناد خطفنا عناد يا رب عز الله لا 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 لا, لا, لا. كان بالامكان افضل من مكان يا لها فرصة داخل ارضية الملعب في هذه الاوقات المتبقية من الحصة الرياضية الاولى الله امان امان يا ربي امان امان يا عيد امان ما شاء الله تبارك الله حارس مدافع الذي يقدم المستوى الكبير داخل ارضية الملعب الجانبية تتنفذ احمد عماد يلعب لك كرة طويلة خلف الدفاع راموس اقرب علي يحاول الكرة من جديد اوه الله ماذا هو القرار احمر يحصل عليه راموس قد يغير من مجريات المباراة كان متجها الكرت الاحمر يظهر لا 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 المدافع الذي يقدم المستوى الكبير داخل ارضية الملعب الجانبية تتنفذ احمد عماد يلعب لك كرة طويلة خلف الدفاع راموس اقرب علي يحاول الكرة من جديد اوه الله ماذا هو القرار احمر يحصل عليه راموس قد يغير من مجريات المباراة
كان متجها. الكرت الاحمر يظهر. لا 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 ولعت ولعت وهي والعه ولعت وهي والعه داخل أرضية الملعب. يطرد راموس في هذه اللحظة. من توقع هذا السيناريو داخل أرضية الملعب؟ ماذا تشاهد؟ ماذا تتابع؟ يا لها من إثارة، يا لها من أحداث. كان آخر لاعب لكن المستشار هو الأقرب. لا 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 لا. هنا أحداث لم تكن في الحسبان، لم يتوقع هذا الحدث داخل أرضية الملعب. هذا ما تشاهد وتتابع. سلامات عزو الأرض. استدعاء من نعم حكم الفار لحكم ساحة المستشار علي عبد الله لمشاهدة الحدث. داخل أرضية الملعب القمة نارية. هذا الحدث الذي لم يتوقع أحد. حكم المباراة بعد العودة إلى الفار الذي يؤكد على صحة القرار في اللقطة الماضية. ألا مشاهد ومتابع أمطار يتقدم. عبد الله يحاول هذه التمريرة. الله 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 يا عمران. عادت اللقطة الثانية من جديد. عرضية فراس. الله الله يعيذ الله يعيذ الله على كرة كابرة من جانب حارس المرمى الذي يشارك اللاعبين التألق. لا 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 لا. ماذا نشاهد في الملعب؟ الكرة السريعة صافرة المستشار. مشاهدينا متابعينا الشوط الأول ينتهي الفهد 2 لا شيء لعصوم. شكرا الفهد شكرا لعصوم. بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدينا الكرام متابعينا اينما كنتم في كل مكان، العوده معكم من جديد في شوط المباراه الثاني هنا من لقاء عصب الفهد. الفهد عصب هنا في شوط المباراه الثاني في اللقاء القادم من بطوله تغلالي الكبرى. نعم في ثاني مواجهه دور نصف النهائي اللحظات وفي هذا التوقيت الذي تشاهد نعم من هذه المباراه. عادت اللقطه من جديد. هنا الكره القادمه لعبه من اليسار. رامي يحاول الكرة وصلت إلى عزو. ثلاثة على ثلاثة عزو والبوغامي. الله نور نور يا رب. لا 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 الله. هذا خيال هذا خيال هذا محال. هذا الفهد متعة للنظر متعة للنظر. هذا خيال يا فهد. ماذا يفعلون الليلة البوغامي؟ أي إضافة لهذا اللاعب الجميل. صارت ثلاثة صارت ثلاثة. هات الإعادة. شوف الطريقة شوف اللعبة اللي من عزه تسديد الصدات. نور بعد ذلك التمريرة البوغامي التمويل. ثلاثة صارت النتيجة للفهد في شوط المباراة الثانية نعم في هذا اللقاء وفي هذه المباراة التي تتابعها. يا سلام يا سلام. القادمة هذه اللعبة القادمة على يسارك يا مشعل. هذه كرة قادمة من الجانب الأيمن للفهد في مكان. الله لا 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 مستحيل. يا رامي يا رامي يا رامي يا رامي. نقطة الماضية محمد مهدي. اوكي البديل محمد مهدي. محمد مهدي اوه على التنفيذ اوه على الكرة الماضية عدت من الجميع. تحولت اللقطة إلى خارج أرضية الملعب. لقطة في المكان بفيان إلى عمر كاتا. مراعي الكرة من الجانب الأيمن لتصل من جديد. عبد الله يتقدم. هذه تمريرة مرافقة. الكرة من الجانب الأيمن. عبد الله مطاري مطارينيو مطارينيو. الله الله يعيذ الله يعيذ. ما شاء الله تبارك الله على ما يقدم العثامي. اوه الملعب كله يصفق لك يا عيد. الملعب كله يصفق.
يوفق لك يا عين. ما شاء الله تبارك الله. سلامات سلامات حارس المرمى عمر كاتا التمريرة محمد مادي. محمد مادي علي أنتوك. علي أنتوك أحمد عماد التمريرة السريعة بوكامين. الله زبياني يا رب. لا 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 لا, لا يا حناش التمريرة هذه كرة لك من اليسار. يا للأوقات يا للحظات يا للحظات التي نعيشها داخل أرضية الملعب في هذا التوقيت. راحة لك إلى خارج أرضية كبيرة عرضية في مكان. الله يا علي أنت حتى هذه لم تأتي بكمي. القاضية يبحثون عنها بكمي يا رب بكمي. الله الله مشهور. لا 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 لا, لا الله صارت أربعة صارت أربعة في دوري الأربعة. الفهد يصل رسميا إلى نهائي بطولة الخليلي بهذا الهدف الرابع الذي قضى على الأمال والأحلام داخل أرضية الملعب. صارت أربعة. لا 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 يا لهذا المشهد يا لهذا المنظر. الجماهير منذ دقائق وهي تخرج وما زال العدد كبير وما اللحظات. وفي هذه الأوقات هنا الكرة القادمة هنا اللعبة من اليسار أحمد عماد هنا المستشار هنا اللحظات هنا الأوقات صافرة النهاية. الفهد إلى نهائي غلالي. الفهد إلى نهائي غلالي لملاقاة مطعم نايف ناجي الحربي في النهائي الكبير. مبروك للفهد. هارت لك لعصر.